السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. النهاردة الفيديو جميل ومختلف وحلو جدا، هيعجبكم بإذن الله. النهاردة في حدث مهم عندنا جدا وحابين نشارككم فيه، انا شارككم فيه. النهاردة 10/12 عيد جواز احلام، وبهذه المناسبة السعيدة قررت كلبنا اعمل لها تورتة عيد جوازها. طبعا انتوا عارفين ان انا عبقريه في المطبخ، فان شاء الله باذن الله هعمل لها تورته عظيمه، هتندم ندم عمرها ان هي دقت كل التورت اللي قبل تورتتي. باذن الله ان شاء الله هتنجح يا حبيبتي باذن الله، وهتبقى تورته جميله وزي الفل. تحضروا معانا الموضوع لحظه بلحظه، وانا بعد ما اخلصها هبعتها الاحلام وهي تصور لكم بقى الفيديو وتقول لكم رايها فيها وازاي قد ايه عجبتها وقد ايه كانت تورته جميله وعظيمه. انا حتى المكونات هنا ورا، مش عارفه هي باينه ولا لا، بس هقلب الكاميرا دلوقتي واوريها لكم. اهم حاجه وانتم بتشاركونا فرحتنا، ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه من زرار الاشتراك الاحمر، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده كالعاده، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده وتكتبوا الاحلام كومنتات حلوه جدا جدا جدا، ان هي كل سنه وهي طيبه، وان شاء الله السنه الجايه يكون محمد موجود معاها ويحضر معاها عيد جوازها، ويبقى احلى عيد جواز في الدنيا ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تكون حياتها السنين الجايه سعيده، كل عيد جواز يجي عليها يكون عيد جواز زي الفل وزي القمر. الله دلوقتي نبدا. انا دلوقتي هقلب لكم الكاميرا عشان المره اللي فاتت وانا بعمل لكم المولتن كيك كان الجزئين مش جايين مع بعض، فيلا بقى ايه هقلب لكم على المكونات سريع سريع كده، مش هوريكم بالتفاصيل قوي، بس يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها الكيكه اللي هنعمل بيها التورته. طبعا انتوا دلوقتي مش واثقين فيا ولا مصدقين كلامي ولا مصدقين ان انا هعرف اعمل لكم تورته، بس يعني هنحاول مع بعض الى حد ما. اول حاجه الكيكه دي على جزئين، اول جزء كوبايه سكر بودره، كوبايه كاكاو خام، كوبايه لبن، كوبايه زيت. دول هنحطهم الاربع كوبايات دول في الخلاط، هنضربهم كويس جدا جدا جدا، وهناخد نصهم صوص للكيكه، والنص الثاني هنحط عليه المقادير دي، اربع بيضات فانيليا، لا ده بيكنج باودر، هنحط بيكنج باودر دي، ده كيس، وده معلقه كبيره فانيليا، وده شوكولاته هنحطها برده في الخليط عشان لما تدخل الفرن تبقى جميله، ومع الاربع بيضات، ومعانا كوبايه دقيق منخول. كوبايه الدقيق دي يا حبيبتي هي اللي هتنجح لك الوصفه زي المولتون كيك بالظبط. اهم حاجه النخل، لو ما نخلتيهوش الوصفه مش هتنجح. فيلا بينا نبدا ونشوف هنعمل ايه. هنات هنا في الخلاط كوبايه السكر، فضي يا حبيبتي ما تكسفناش. طب انا هفضي المكونات دول الاربعه دول وارجع لكم تاني. حطينا كل المكونات هنا في الخلاط، وحطيت كمان الشوكولاته المبشوره عشان تبقى ايه طعمها حلو في الصوص. هنضربهم كويس قوي 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 قوي، وهرجع اقول لكم عملت ايه تاني. طبعا احنا دلوقتي بنضرب حلو جدا ولسه مكملين، الصوص اهو بدا يتحد، بنضرب كويس جدا 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 لحد ما كل السكر مع الزيت مع اللبن مع الشوكولاته مع كله يندمج مع بعضه. هخلص الخليط ده، ولما اضيف دول هرجع لكم تاني. دلوقتي خدنا نص الخليط ده، يعني خلصت ضرب في الخلاط وخدت نصهم حطيتهم في الطبق ده. دلوقتي هنحط باقي المكونات اللي هما الاربع بيضات. احنا خدنا نص الخليط من هنا حطيته هنا، ورحت ضايفه الاربع بيضات والفانيليا. هحط دلوقتي الدقيق اهو كل الكميه بقى ماشي، والبيكنج باودر. حلو حلو، الحمد لله ربنا ان شاء الله وفقنا وصلنا لهذه المرحله. شغلت الفرن على درجه حراره عاليه وسايباه ياخد سخونه لحد ما اخلص، واحط الكيكه جواه، وده القالب اللي انا هحط فيه. القالب ده بيتفتح من تحت عشان لا قدر الله لو حصل نفس اللي حصل مع المولتون كيك يبقى احنا ايه في السليم السليم. دلوقتي هنقلب الخليط ده كويس جدا في الخلاط لحد ما الدقيق يمتزج مع كل الشوكولاته والمكونات، ولما اجي احطها في القالب وادخلها الفرن هقول لكم عشان ندخل كده ايه نسمي وندعي ربنا ان هي توصل بالسلامه للفرن. يلا بينا. نتي الحلوين، ده قوام الكيكه بعد ما مزجنا كل المقادير. هنحطها دلوقتي في القالب وهوريكم شكلها قبل ما تدخل الفرن. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا كريم،
حطيناها في القالب بعد ما دهنا القالب زيت عشان ما تلزقش. طبعا انتوا عارفين انا عمري ما بلزق الكيكه. نحطها في الفرن بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، ونقفل عليها ونسيبها لمده لما حد ما تستوي، يعني مش عارفه بالاحساس، الكيكه بالاحساس، هتعملي كيكه تعمليها باحساسك. هنقفل عليها الفرن ونسيبها تلت ساعه لحد ما ربنا يكرمها وتستوي ان شاء الله، واوريكم شكلها بعد ما هتتفاجئوا ان شاء الله باذن الله، وهتبقى حاجه روعه. يلا بينا يا جماعه. انا نقلت الكيكه دي من الفرن بتاع البوتاجاز، حطيتها في الفرن الصغير ده لان كل شويه الفرن عمال يطفي عليها لحد بس ما اتعلم بيشتغل ازاي، لاني تايهه قوي فيه، فلو باظت اعرفوا ان العيب في الفرن مش فيا تماما. تمام، اول ما هتطلع كده من الفرن نختبرها سوا واوريكم ازاي يا حبيبتي تختبري الكيكه وتعرفي استوت ولا لا. يا ربنا يطمنا عليكي يا نجلاء، نسميها نجلاء المره دي. ذاتي حواء، بنجهز الكريم شانتي، حطينا هنا ربع كيلو كريم شانتي خام يا حبيبتي، وفوق كوبايه سكر حسب المذاق اللي تحبيه، عايزه مسكر حطي اكتر، عايزه مسكر انت حره، وحطينا كوبايه لبن مثلج. هنضربهم دلوقتي بالمضرب وبعد كده ايه هرجع لكم اوريكم اللي حصل فيه وهل هينجح ولا لا، عشان انا مش عارفه. يلا بينا. الحمد لله والشكر لله، الكريم شانتي نجح معانا وبقى هبوط متماسك وزي الفل. هنحطه في التلاجة لحد ما نشوف الكيكه ايه اللي هيحصل فيها وارجع لكم مره ثانيه. دلوقتي احنا طلعنا العروسه من الفرن، هي لسه دافيه شويه، هسيبها تبرد اكتر عشان اما احط عليها الكريم شانتيه ما تسحش. انا شلت الطبقه اللي بتبقى من فوق دي عشان ايه هقطعها نصين، ان شاء الله تبقى تورته جميله وموفقه، وهي ما تقلقوش ما لزقتش، هي فكت وبقت جميله الحمد لله وزي الفل. فانتظروني بقى وانا بزوقها عشان هتنبهروا انبهار، لا يحصل ده انبهار، شكلها ما يسرش بس يعني احنا هنحاول نجملها. يلا بينا. دلوقتي احنا طلعنا العروسه من الفرن، هي لسه دافيه شويه، هسيبها تبرد اكتر عشان اما احط عليها الكريم شانتيه ما تسحش. انا شلت الطبقه اللي بتبقى من فوق دي عشان ايه هقطعها نصين، ان شاء الله تبقى تورته جميله وموفقه، وهي ما تقلقوش ما لزقتش، هي فكت وبقت جميله الحمد لله وزي الفل. فانتظروني بقى وانا بزوقها عشان هتنبهروا انبهار، لا يحصل ده انبهار، شكلها ما يسرش بس يعني احنا هنحاول نجملها. يلا بينا. طيب قلبي، دلوقتي احنا قسمنا العروسه نصين اهو الحمد لله، ملحقتش تطلع، طلع هشة اهي وطرية وزي الفل، ولا تقولي لي هابطة ولا تقولي لي بايظة، وما اقولكيش على ريحتها. قسمناها نصين، نص اهو ونص اهو، كان المفروض اعمل صينية تانية عشان تبقى عالية قوي، بس انا هتصرف. قطعت هنا فراولة مربعات عشان احشيها بيها، وفراولة نصاص عشان ازوقها من فوق. دلوقتي انا هفتحها واحط عليها الكريم شانتيه من جوه وازوقها، واوريكم شكلها بقى عامل ازاي من جوه، بس هفاجئكم من فوق. يلا بينا. بصوا انا نقلتها على القعده دي، القعده دي ليها الغطا ده، كنا جايبينها من ايكيا عشان ابعتها الاحلام متغطيه ومتظبطه. حطيت ايه، سوري يا جماعه، حطيت ايه بقى، حطيت الشوكولاته اللي هو الصوص اللي احنا خليناه من الاول، هنفرده هنا نعمله طبقه، وبعد كده نحط طبقه فراوله، وبعد كده نحط كريم شانتيه. لا دلع دلع، حطيت هنا صوص فراوله على الفراوله دي، يعني الصوص ده ماشي، هوريكم بقى بعد ما ازوقها تبقى عامله ازاي. حطينا طبقه من الفراوله اللي هنا دي هنا بالصوص، هنحط فوقها طبقه كريمه وطبقه فراوله تاني. يلا تعالى اوريكم. دلوقتي حطينا طبقه من الكريمه وطبقه من الفراوله، وباذن الله يا احلامها هتنبسطي، ودي هتبقى احلى تورته هتاكليها في حياتك، لانك مش هتاكلي بعدها خلاص. والله يا جماعه انا يعني مش عارفه، ان شاء الله هتطلع مشرفه، ما يهمكوش الشكل، اوعوا تبصوا على الشكل، لو بصيتوا على الشكل مش هتنجح زي المره اللي فاتت، زي ما قلت لكم كده اوعوا تاخدوا بالمظاهر. هنحط دلوقتي الطبقه الثانيه ونزوقها واوريكم الشكل النهائي ليها. طبعا انا عارفه دلوقتي ان انتوا قاعدين على اعصابكم، الحمد لله والشكر اللي انا خلصت وزوقت التورته، وان شاء الله دي هتبقى نقله في حياتي، عايزه اكسبشن اتول توينكي مونجيني كل براندات الحلويات تكلمني عشان يستفيدوا من خبرتي العظيمه في عالم التورت. قبل ما اوريكم التورته، عايزين كلنا نتمنى عيد جواز سعيد لاحلام، وان ربنا يديم عليها سعادتها طول العمر، وان شاء الله عقبال عيد الجواز الخمسين هي ومحمد. كل سنه وانت طيب يا محمد، وعقبال مليون سنه وانتم مع بعض في حضن اولادكم ادهم وجوري، وربنا يخليهولكم
ملوكم وتفرحوا بيهم وتشوفوهم احسن الناس يا رب. شكلها الكيكه دي كان اسمها التورته دي كان اسمها نجلاء صح؟ نجلاء دلوقتي خرجت بالسلامه واتزوقت واتظبطت وبقت زي القمر وفي الاستعداد ان هي تروح لاحلام. عايزه بس اقول لكم حاجه قبل ما اوريكم شكلها، انا يا جماعه ما بحبش التصوير بالكاميرا وما بحبش اصور بالكاميرا عشان ما حدش يدخل يقول ما بتصوريش بالكاميرا ليه مش عارفه ايه. فطبعا لما لقيت ان التصوير مش عاجبكم بالموبايل فقررت ان انا اصور لكم بالكاميرا. قولوا لي بقى ايه رايكم في الجوده دي اول حاجه. تاني حاجه انا الاضاءه عندي في المطبخ ضعيفه لان في لومه فوق اتحرقت، فهغيرها ان شاء الله وهظبط لكم الاضاءه واحده واحده فبالراحه عليا بعد اذنكم. يلا نشوف نجلاء. بقول لكم ايه قبل ما اوريكم، انزلوا اعملوا لايك سبسكرايب لو بتتفرجوا لاول مره ما تنسوش. ها هلو، شايفين بجد القمر اهي اهي قمر 14. اصبروا اظبط الكاميرا واجي لكم. الله وعملتها لبنى والله وعملوها شايفين ايه قمر قمر. اقطعها وابيعها ولا اوديها المونجين يعرض عليهم خبرتي ولا اعمل ايه؟ حطيت هنا الفراوله فوق الكريمه وكمبوت خوخ وبرقوق وتفاح ودي ما لقيتش سنيكر زي احلام فحطيت لك مندولين. تمشي يا حبيبتي؟ الحمد لله. ها ها عروسه. انا بقول انا عارفه ان هي عروسه من تالق يا بنتي يا لبنى تالق. طبعا احلام هتقطعها بقى وتدوقها وتقول لكم رايها فيها في باقي الفيديو. فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم اللي انا عملته، واحلام بقى تقفل لكم الفيديو. باي. ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتني جدا جدا. تاني مرة النهاردة هعمل مقدمة واصور فيديو لان كنت بصور لسه فيديو الهدية بتاعت ادهم وجوري، وبعد كده نزلت عند ماما فلقيت الحاجة الحلوة دي لبنى بعتها لي، فرحت قوي لان هما مفاجأتين حصلوا لي النهارده بمناسبه عيد جوازي. اماني خدتني غدتني وجابت لي تورته واحتفلت بيا. هتشوفوا الفيديو ده في قناه اماني، ولبنى احتفلت بيا برده وبعتت لي تورتايه وهدوها دلوقتي واشوف ايه حلوه ولا لا ولا زي المولتن كيك. بس الاول اكلمها قدامكم، لازم اشكرها طبعا، وبشكرك طبعا يا لبنى قدام الناس ان انت افتكرتيني في اليوم ده. وكمان ده غير متوقع جدا ان لبنى تعمل حاجه حلوه زي كده. هو انتوا مالكم ده الفيديو بتاع ما تدخلوش ده؟ اماني يا جماعه بتقول لكم غير اماني بتقول لكم ان غير متوقع. بس يا ادم اماني بتقول لكم ان غير متوقع عشان انا بعمل بصور فيديو تحت عند ماما. بتقول لكم غير متوقع ان لبنى تعمل حاجه حلوه زي كده، بس انا واثقه فيك يا لبنى وهنشوف دلوقتي لبنى عامله حاجه حلوه ولا لا. عشان اماني بقى اشتريت لي تورتايه من بره، روحوا اتفرجوا على الفيديو بتاعها. لكن لبنى اجتهدت وعملتها عادي. بس كويس ان هما الاثنين افتكرنا، كويس ان انا النهارده احتفلت بعيد جوازي واصلا محمد مش موجود وهم حاولوا ان هما يخلوني افرح. ايه يا لبنى؟ طمنيني يا احلام. اطمنك ايه يا لبنى؟ مش عارفه اشكرك ازاي. ياه يا لبنى ياه. دقتيها؟ لسه. طب يلا يا احلام. انا لسه ما فتحتهاش. بصي بصي لما تشوفي الفيديو هتلاقي انا لسه ما فتحتهاش. انا قلت اصور بقى وري للناس انت عامله لي مفاجاه عامله ازاي. ده انا تعبت. لعبتي بجد؟ اه. يا رب يا لبنى بس تطلع حلوه ما تطلعش زي المولتن كيك. حتى لو وحشه يا لبنى كفايه ان انت افتكرتيني. حتى لو طلعت زي المولتن كيك يعني. اه كفايه ان انت افتكرتيني يا لولو. يلا انا هفتكرها على طول. بس تقولي طب صورتي الطريقه قبل ما ننزلها لهم؟ اه يا بنتي انت عيب عليكي، ده موضوع. الله الله، خلاص احط الحته دي بقى بعد اللي انت صورتيه. بصوا يا جماعه، يا لهوي على القمر. افتحيها لا 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 يا لبنى، لا 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 كلفتي. كلفتي. لا خليكي، ده بسبوري بسبوري ده بسبوري فيها اربع بيضات مره واحده بديك حقه. بسبوري بقى. بصوا يا جماعه اصبروا، بتقول لي افتحيها مثلث. اصبروا اما يفتح المثلث نشوف هي عامله، يمكن حاطه لي حاجه ذهب جوه. لا يعني اكيد لا، ما جبتلكيش هديه. ما دي هديه يا بنتي اللي انا تعبت فيها. اصبروا بقى، الفراوله اللي وقعت دي. اصبروا يا جماعه اما نفتح المثلث نشوف. انت بتاكلي منها قبل ما تفتحيها؟ باكل فراوله بتقع كده، فانت عارفه بقى ان انا بحب الفراوله. خلاص يا حبيبتي عايزين نذوق كلنا. هم ايه؟ بصوا يا جماعه، هي حشيها كريمه وحشيه فراوله من جوه. اصبري بقى يا لبنى. دول يا ستي انا قلت لهم انجزي بقى. ايه ده؟ انت قلت لهم؟ اه صح نسيت. اصبري طيب. اصبري يا لبنى خلي اهو، تعالى بالتليفون عشان تسمعي. خلاص كلنا فراوله. اصبري، في حد يحشي؟ لا
في حد يحشي الشوكولاته قصدي الكيكه الشوكولاته فراوله من جوه؟ ايوه يا بنتي طبعا دي شبه البلوك فورست بس انا ما لقيتش الفورست. ايه ده يا شيخه فراوله من جوه؟ فراوله احلام. الو والله هي جامده جدا بس مشكلتها ان هي فيها فراوله مع الشوكولاته بس حلوه. انت عادي ده بيحصل في احسن العائلات يعني. طب ما برشتريش لي حبه بوريو كده فيها؟ ما انا ما لقيتش بقى. اخس عليك استخسرت فيا. انت استخسرتي حتى لك مندولين ما تاكليش. اميره بتاكلها. اميره ما بتاكليش منها. اميره دي بتاعتي. نعم حلوه. طب بس ذوقي بجد وحكه ابوكي طعمها حلو والله طعمها تحفه يا ابني. تسلم ايدك يا لولو وتسلم ايدك يا اماني وتسلم ايدكم انتوا الاثنين عملتوني مفاجات حلوه النهارده. تسلم ايدي عشان اكل التورته دي دلوقتي. نعم اميره ما افتكرتنيش يا جماعه عشان بس تبقوا عارفين. شكرا يا ربنا. تقولي لي رايي يعني انت عروسه يا ربنا وانت عملتي تورته كتر خيرك والله. هي طلعت تورته. طب الحمد لله. ما هي تورته اهي. الحمد لله. يلا يا جماعه قلت اشارككم فرحتي وما اعرفش ان هي مصوره هحط لكم بقى الجزء ده بعد الجزء بتاعها ويلا بينا. وبشكرك يا ربنا طبعا انت واماني ان انتوا فاجئتوني النهارده. يا حبيبتي بتعاني كل يوم. يعني اعمل كل يوم عيد جواز. خلاص بكره عيد جوازي برضه. ماشي. يلا اصلا لسه كنت مصوره فيديو ادهم وجولي ونزل دلوقتي. يلا باي يا جماعه. باي باي.